وابتدى ينقطع عن العالم. نعم. قبلها ب 45 يوم. اللي يقول لك كنت معاه قبل منها بيومين، اللي كنت معاه قبل منها بساعه، كلام كله ما حصلش. وانا بقولها وانا متحمل الكلام ده. الله. لان هو كان اللي يجي نقعده بره ويقعد وياخد واجبه 24 قيراط. طب وفي ناس كان متعوده تخش له اوضه النوم، فنقول لهم لا خلاص دي انتهت. وهكذا لغايه قبل ما ينتقل ب 18 يوم. فجاه انقطع عن الطعام. الله. ب 18 يوم. 18 يوم قطع عن الطعام كليا. كليا. تيجي اختي تجيب له الاكل، مش راضي ياكل. لا يا ريت. لا يا بنتي انا اكل، ما انا لسه واكل اهو. طيب الله. خد الفاكهه دي يا بنتي، ما لسه واكل مانجا حالا. الله. لسه واكل تفاح. الله. لسه خلق. فاخويا فضيله الشيخ سامي ربنا يكرمه قال ما حدش يجادل، خلاص سيبه لسه واكل، يبقى تشيله الاكل. الله اكبر. وبعدين ساعات بقى هو نايم بقى كده تطول الإغفاء بتاعته. الله. نقوم مثلا نيجي صحيح ايه ايه في ايه ام مقدود. الله. فجه فضيل الشيخ سامي قال لا سيبه براحته، حدش يصحيه. امال نعمل ايه؟ عاوزين نطمن، ده بقى له 3 ساعات ما راحش لا كده ولا جه كده. قال هات المصحف يا سي عبد الرحيم واقعد جنبه واقرا. الله. اكيد هتخطا، هيصحح لك. هتبص لا يقول لك يالا يالا قلت لك 100 مره تروح كذا. الله. خلاص رحمه الله. فاذا دي كانت الوسيله الوحيده اللي يعني نحاول ان تعيشه ان هو لسه موجود معانا. بالظبط كده. خلاص امتنع عن الاكل، وبعدين قبلها باسبوع امتنع عن الشرب كمان. خلاص. وبعدين يوم الاحد اللي هو 14/6/98 ده بصيت لقيته بعت لي. انا كنت قاعد معاه، وبعدين طلعت فوق اتفرج على ماتش كنت قلت لبنتي سجله لي بتاع بوركينا فاسو بتاع كاس الامم الافريقيه. في الكوره يا مولانا. بموت في الكوره. سبحان الله. المهم فانا سجلت الماتش وطلعت عشان اتفرج عليه بعد ما هديت اخواتي جم بقى حواليه، وطلعت انا فوق. بصيت لقيته طالعه لي بنتي بتنادي عليك تقول لك تعالى انزل. بابا تعالى مولانا عاوزك. قلت لها خير يا بنتي؟ كنت انا كان الماتش خلص قفلت. عاوز ايه؟ قالت لي بيقول لي خلي ابوكي يجهز العربيه. الله. قلت لها عربيه ايه؟ ده يوم 14. يوم 14. اه. عربيه ايه؟ طب ما ابي سامي تحت واخوي احمد وجوز اختي وجوز اختي واحفاده بيسوقوا كلهم، انا اللي جاي من بلدنا اقعد معاه ليه؟ هيقول لي جهز عربيه. قال ايه بالظبط يا بنتي؟ قالت والله يا جدو انا داخله عليه كده وقال لي يا وفاء ابوك فين؟ قلت له فوق يا جدو. قال لها اطلعي قولي له جهز العربيه. قلت له حاضر يا جدو. فرحت جاي مش كده، تعالي يا وفاء النهارده كام؟ قالت له النهارده 14 يا مولانا. قال 14 15 16 17 لا قولي جهز العربيه بسرعه. الله اكبر. خلاص جت تمشي. قال لها النهارده ايه في الايام؟ قلت له الحد يا مولانا. قال الحد الاثنين الثلاث. قولي له يا بنت بسرعه. انا مش نزلت معاه. قلت لها طب قولي له بقى خلاص هو جه. ورحت طالب البلد عندنا مهندس اسمه عبد الرحمن مصطفى ماسك شؤوننا يعني، وشؤون اللي هو اللي ماسك كل الحاجات اللي عملها مولانا في بلده من معهد ديني لمدرسه لكل حاجه. كان عبد الرحمن هو ده المهندس عبد الرحمن هو اللي عاملها يعني. رحت طلبه عبد الرحمن قال لي نعم. قلت له ايه؟ جهز المقبره اللي اتفقنا عليها في المكان الفلاني. قال لي لا في ايه؟ قلت له ما فيش حاجه، هو تحت كويس بس هنعملها النهارده هنعملها بكره. يبقى الاشاره جت النهارده. الله. انت خلاص عرفت؟ عرفت بقى خلاص. قلت اشارته لما قال لك جهز العربيه. انا يعني كنت انا باجي كل يوم من البلد يعني ابات وامشي الصبح. الله الله. قال طب يبقى لما يكون حد هيسوق له لا السواق لا لاولاده او انا ابعد ما اكون لان انا مش مقيم معاه. الله. الله. انا شقتي فوق بس بنتي قاعده فيها. بس انا مش مقيم، انا بروح بلد وارجع. نعم. اجي له اخر النهار واستنى بيت للصبح معاه وامشي الصبح. نعم. فقلت لا يبقى دي
مش بقى لا عربية ايه بقى، ما العربيات تحت اللي هو عاوزه. فقلت له تعملوا كذا او تديني تمام. عندنا في القرى او في اي مكان المقبرة بتتعمل في يوم، لان احنا بنيجي على وش الارض كده ونبني، وبعدين نسيب متر كده ونردمه تراب، وبعدين نعمل المنامة وخلاص على كده، تاخد يوم. فالمهم منزلت فلقيته قاعد على طرف السرير ومدلدل رجليه على الارض كده. دخلت الغرفه انا اشوف السرير بتاعه ايوه ده، هو بيهز في رجليه كده. هل ها قلت لعبد الرحمن الله اكبر؟ قلت له ايوه مولانا الله اكبر. قال لي برافو عليك، فهمتني يا ولا؟ الله اكبر. قلت له الحمد لله. قال لي هتبقى راجل؟ الله اكبر. دخل مرجاله بقى في اللي. فاخواتي قالوا يا مولانا اللي انت عاوز عربيه، ما احنا نروح نجيبها لك وبتاع. قال لي انت فهمني، سيبك منهم دول تلامذه، انت فهمني هتبقى راجل. قلت له يا مولانا ودي حاجه ما. قال لي ها انا الدموع هتنزل بقى. الله اكبر. قال لي هي احنا قلنا خلاص. المهم الحد عدى، الاثنين عدى، الاثنين بقى الثلاث بالليل بقى بصيت لقيت لا مؤاخذه الساعه بقى هتيجي على 12 وهيصبح الاربع بقى اللي هو اللي قال لي عليه. بصيت لقيت الاتي يا عبد الرحيم. تقول نعم. قال لي انا عاوز استحمى. الله اكبر. الساعه 12 بقى عاوز استحمى. حاضر. الاوضه بتاعته فيها الحمام، خدته انا واحمد اخويا عشان نحميه. جينا ننزله في البانيو قال لا افرش المشمع ده وحطوني على الارض كده، وعاوز بقى تجيبوا ليفه غشيمه وتدعكوا لي جسمي دعكه كده. الله الله الله. فعلا وحصل. وقال لي هات لي غيار جديد، غيار جديد خالص. الله. ما اتلبس يعني بالكيس كده، وجلبيه جديده. ففعلا كانت جلبيه موجوده جديده، وعبايه صيفي بيضة حلوه كده الحمد لله عليك جديده. هو بتجهز رايح الجنه. رايح الجنه. ايه مغير وراح. يا غاده رحمه الله عليها بنته، لا بحفيدته، حفيدته. اعملي لي بقى ضوافر زي ما بتعملي لي كده. الله. قعدت تسوله في ضوافره وبتحضر يا جد وبتاع مش عارف. قال لي تعالى سوي لي دقن كده وبتاع ومش عارف ايه علشان خاطر كذا. وقعدنا نضحك ونهزر وبتاع. وبعدين بقول له ايه ده انت هتعمل فيها عريس ولا ايه يعني ايه كده؟ قال ايوه صح كده. هو انا عريس. انا عريس. الله. سيزف للجنه. المهم خلاص على كده. فين لغايه ما جينا حوالي الساعه 3 بالليل. انا بيني وبينك انا تايه وخلاص يعني انت عارف الموعد. عارف الموعد. بصيت لقيته قال ايه اسمع بقى انت وهو اطلعوا بقى وسيبوني شويه مع ربنا. الله اكبر. يا مولانا ما احنا قاعدين. قال اطلعوا بقى سيبوني مع ربنا شويه، اقفلوا الباب ده خلاص. فالحريم مراتي واختي ويعني ومرات اخواتي ويعني بناته واحفاده قالوا لا مش هنطلع احنا بقى، احنا انت انا قاعدين في الانتري واطلعوا انتوا رجاله. خدت بعض انا واحمد اخويا والدكتور عصام جوز اختي ومحمد الله يرحمه جوز اختي الاستاذ محمد، وطلعنا على فوق الساعه 6:30 الصبح. لقيت نفسي فجاه قايم من النوم. الله. بصيت لقيت نفسي اللي بيقوم من النوم يقوم على السرير ويتمطع كده وبتاع، انا لقيت نفسي واقف جنب السرير. الله. بعد كده اتخضيت فرحت فاتح الباب ونازل جرش. حماتي قابلتني في ايه يا ولد بتجري ليه؟ قلت لها حاجه انت طالعه ليه؟ انت مش كنت تحت؟ قالت لي بس طالعه صحي الدكتور اسامه جوز بنتك عشان يروح الشغل بتاعه. لكن انت بتجري ليه؟ قلت لها وانت ايه اللي طلعك؟ ورحت سايبها جيت بصيت لقيت الحاج محمد جوز اخته الله يرحمه طالع هو كمان من شقته، كان الشقتين جنب بعض. ايه عبده في ايه؟ قلت له والله محمد ما اعرف في ايه، انت ايه اللي صحاك؟ ايه اللي نزلك؟ جينا نجيب الاسانسير لقيناه مشغول، نزلنا على رجلينا انا وهو، لقينا تحت اللي في الاسانسير كان الدكتور عصام جوز اختي والحاج احمد اخويا الصغير. راح في ايه يا اولاد؟ قلت ايه اللي جابكم؟ ايه اللي وداكم؟ المهم تعال. دخلت لقيت اختي الكبيره بتعيط. اختي ايه يا فاطمه في ايه؟ في ايه يا بنتي؟
قالت لي ابوك ماله؟ انا بقى انا عارف قلبي انخلع بقى. قلت لها في ايه؟ قالت ما فيش حاجه يا اخويا، ده لسه شاتمني حاله. قلت لها شتمك؟ شتمك لا 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 ليه؟ قالت لي بتاع الاوضه راح شتمني. قلت لها لازم خبطتيش يا فاطمه، ما احنا متعودين من صغرنا ما نخشش اوضه ابويا الا لما نخبط. شوف الادب والعلم. فقالت لي والله انا اصل احنا صلينا الفجر وقرينا ياسين ومش عارف ايه، وبعدين افتكرت قلت يمكن ابويا ما قامش يصلي. فرايح اقول له افتح الباب الاكرة ما تتفتحش، افتح الباب ما تتفتحش. رحت جاي راجع لورا وضربها بكتفي لسه كده، لقيته راح لقيني من على الباب، امشي يا بنت الليل وشتمني. رحت رد الباب وراجع على طول. قلت لها لا تعالي بقى، ورحت جاي واخدها خبط على الباب ثلاث خبطات، ورحت فاتح الاكرة فتحت دخلت لقيته قاعد برضو القاعدة هي مدلدل رجليه كده وقاعد. فانا كنت دايما اهزر معاه واقول له يا بطل، بقول له يا بطل ما عادش الا بطوط تشتمها وتزعق لها وبتاع. قال سيبك منها ده بنت خايبه، احنا قاعدين في الحضره الله. ودي داخله علينا لو داست حد فيهم هتعيش عليه طول عمرها الله، وهي مش شايفاهم الله. فانا شتمتها وشخطت فيها الله. انا شتمتك يا بنت، انا شخطت فيك. قال لي ما شتمتكيش، تعالي يا بطة تعالي، ده انت بنتي ومراتي وحبيبتي واختي. وقعد يطبطب عليها وراضي خاطرها وبتاع. قال والله يا ابني انا خفت عليها بس، لان اخواننا قاعدين ودي تخرم في وسطهم كده تاذي حد منهم، دول ما عندهمش هزار. فانا قلت مشخط فيها دي بتقعد. يعني براءه سماح يا سيدنا الشيخ، سماح يا اقعدوا. وقعد يضحك معانا وقعد يهزر معاها وقعد يهزر معانا ويفكرني بحاجه كنت بعملها وانا صغير، واخويا التاني وحاجه هو يعني كده قعد. وبعدين فجاه راح لامم رجليه وطالع على السرير. الله، اهلا سيد ابراهيم، اهلا سيد ابراهيم، اهلا سيد زينب، اهلا سيدنا الحسين، اهلا سيدنا كذا. قاعد يجيب اسماء اولياء يا عم الشيخ حسن اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. وبعدين فجاه الله الله الله، انا السهل ده كله ليه كده؟ ده انا جاي اهو، انا جاي اهو، انت جاي لي؟ لا لا لا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله. خلاص وطلع السر لله. ادي يا سيدي الايام او الدقائق او الساعات الاخيره في حياه الامام، نسال الله ان يلحقنا به على خير. امين يا رب. بس اللهم امين. اخواني ختام جميل، الله يخليك. هذا هو ختام الصالحين، هكذا يختم للصالحين. الله يبقى. اللهم انا نسالك في نهايه هذه الحلقه باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا رب، أن تختم لنا بالصالحات أعمالنا. آمين يا رب. وأن تجمعنا بسيدنا الإمام آمين يا محمد رب متولي الشعراوي في مستقر رب رحمتك. آمين يا مع رب النبيين والصديقين آمين والشهداء آمين والصالحين. آمين يا رب. اللهم إنا نسألك أن ترحمه برحمتك آمين الواسعة، أن تغفر له ذنوبه كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل القرآن العظيم شفيعا لنا وله يوم نلقاك. اللهم إنه علم كتابك وفسر كتابك وكان يجلس بين يديه الضعيف والقوي والعالم والعامي وكلهم يفهم منه كلامك وكتابك. اللهم فإنا نسألك يا مولانا أن تغفر له بذلك بكل حرف علمه من كتابك. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز اللهم عنه بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وارزقنا ختاما كختامه، اللهم وارزقنا ختاما كختامه برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا برحمتك واغفر لنا وارحمنا وتجاوز اللهم عنا وعنه وعن سائر المسلمين. آمين. إخواني وأخواتي، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، في نهاية هذه الحلقة أشكركم لمتابعتكم، طولنا النهاردة عليكم بس أنا على يقين أنتم حابين الحلقة دي جدا، وبيسألوني عن الإعادة. الإعادة بكرة إن شاء الله الساعة 10 الصبح في موعد إعادة بتاعت برنامج علم القرآن، وسأطلب من الإدارة أن تعيد الحلقة أكثر من مرة في أي وقت يتاح لنا نعيد الحلقة. بارك الله فيك. أنا أيضا يعني أشكر مولانا وسيدنا الشيخ عبد الرحيم، بارك الله فيك، أنه شرفنا بالاستديو وكرمنا أن تحدثنا معه في هذه الساعة عن سيدنا الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في عليين. وأيضا أشكر إخواني العاملين معي في قناة أزهري
الإخوة المصورين معي هنا في الاستديو اللي تعبوا معانا، الأستاذ المخرج خالد عبد الغني ربنا يكرمه ويزيل خير اللي كان يتعب معانا أيضا في الحلقة دي، الإخوة المعدين أستاذ محمد الأبنودي ربنا يكرمه الكلام الطيب اللي كتبه لنا، الشيخ محمد حربي، أيضا أشكر الإخوة أيضا الإدارة الأستاذ أحمد القاضي اللي كان بيتابع معانا، الدكتور جودة بركات المدير التنفيذي اللي أيضا كان بيتابع معانا وكان مهتم، كل الإخوة المهتمين وكل الإخوة العاملين بارك الله فيهم شكرا جميعا. جزيلا ولكم يعني خيرا عميما، جزاكم الله كل خير وفي موازين حسناتكم جميعا، الشكر لكم أنتم موصول أيضا إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لمتابعتكم ولي يعني مشاهدتكم لهذه الحلقة، أسأل الله دائما أن يجمعنا على مائدة القرآن ومع أهل القرآن وأن يحشرنا يوم القيامة مع من كان أنزل على قلبه القرآن الله مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله ومع عليه سيدنا الإمام المتولي الشعراوي ومع بارك. الصحابة الكرام ومع التابعين وآل بيته الكرام، اللهم إنا نسألك يا مولانا ألا تحرمنا من لقاء حبيبك محمد صلى الله عليه اللهم وسلم أمين. اللهم أكرمنا بشفاعته وأكرمنا بلقياه واسقنا من حوضه الشريف شربة ما إلا نظمع بعدها أبدا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرين فضيلة الشيخ حسن ربنا يبارك.